مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الحلقة 24 من البرنامج القرآني القصص القرآني. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هذا القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة، ومعجزته هو في نظمه وفي تكويناته، وكيف يكون هذه المفردات اللغوية ويستعملها من أجل تحقيق هذا المعنى. هذا في الحقيقة إنما يأتيكم به الله، لا تعتقدوا أن هذا الطائر هو الذي سوف يضر وهذا الطائر هو الذي ينفع، الضار والنافع هو الله تعالى.